السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة حصرية على اليوتيوب. كيكة بحليب الكوكو كتجي أكثر من رائعة، أنا أكيد إلا جربتوها غتنا الإعجاب ديالكم. نمر مباشرة طريقة تحضير المقادير. إلى 4 بيضات بحرارة المطبخ، نصف كأس من الكوك اللي سبق لي طحنته، نصف كأس عنبة من حليب الكوكو، انا كنستخدم هذا. ونحتاج كذلك كاس عنبة من السكر سنيده، كاس عنبة من الزيت النباتيه، زوج كيسان ونصف عنبة من الدقيق، خميره الحلويات، وبودره الفاني. طريقه التحضير كيف ما كتعرفوا دائما كنطربوا البيض مده ديال 5 ثواني في الاول، وعلى التالي كنبقى نضيف له السكر سنيده بشويه بشويه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، حتى كنحصلوا على واحد الخليط المتجانس بحيث كيتلون لون البيض، كيولي مايل الابيض، ماشي ابيض ناصح، مي بلون كاسي كيف ما كنقولوا، ابيض مهرس. هكا كتعرفي ان البيض راه طالع ونجح. في الاخير غنضيف بودره الفاني، انا كنستخدم بودره الفاني كتعطي نكهه افضل. كنواصل عمليه الخلط وغنبقى نضيف الزيت تدريجيا بشويه بشويه باش هكا ما يهبطش لينا البيض ديالنا. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. كنعمل نفس العملية مع حليب الكوكو، كنبقى نضيفو حتى هو تدريجيا بشوية بشوية، هكا كنحافظ على القوام ديال البيض مكينزلش. وغنضيف من بعد المكونات اللي عملت سابقا الكوك، حتى هو كنضيفو تدريجيا. هذا هو سر نجاح الكيك كيف ما الطريقه درتها لكم تستعملوها باش كيجي معكم ناجح 100%. هكا كيبقى الطريقه ديالو غير بالملهل. في الاخير كيف ما كتلاحظوا كنقص السرعه ديال الباتر، وغنضيف الدقيق تدريجيا. Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your brain. في الأخير غنضيف الكمية ديال الدقيق المتبقية، وغنضيف لها كذلك خميرة الحلويات. أنا استعملت أو احتاجت جوج أكياس من خميرة الحلويات، وغنطرب على سرعة المهيلة بالطراب الكهربائي حتى كتجانس لي العناصر مع بعضها البعض. الشكل الا ولا عندكم هكا صافي راه الكيكه ديالكم ناجحه 100%. غنوضع كميه قليله من الكوك في المول اللي غندخلو الفرن، وغنخوي الخليط مباشره فوق الكوك، كيعطي واحد المذاق رائع، واحد النكهه خاصه للكيك بما ان الكيك هو اصلا بحليب الكوكو او بنكهه الكوك. غنخوي الخليط كيف ما كتشوفوا بواسطة الاسباتيل، وغنزينو كذلك من الفوق بالقليل من الكوك، كيعطي قرمشة للكيك ملي كنخرجو من الفرن. بالنسبة للحرارة اللي غنستعمل في الفرن 175 درجة، غنشعلو غير من التحت حتى كتنفخ وتبان ليكم حمارة من الجناب، نولي نشعل عليها من الفوق وها هي واجدة.
خرجتها من الفرن اخذت لون ذهبي على هذا الشكل رائع. بما ان المول ما كندهنوش انا كنستعمل بابي كويسون، كيف ما كتلاحظوا كيسهل العمليه تماما، ما كتلتصقش لينا في المول. كيف ما كتلاحظوا لا تبعتوا الطريقه اللي كنت قلت لكم سابقا، الطريقه ديال تخلط بالباتور بالمهال وبشويه بشويه نضيفوا المكونات، كتنجح لكم تماما وكتجي طالعه وكتجي من داخل هشيشه وفي نفس الوقت خفيفه. وغنمر الان باش غنزينها، ما باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا زينتها ونتمنى هتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للطريقه ديال الزين، انا دهنتها بكونفيتير او المربى ديال المشمش، تقدو تعوضوه بالناباج او العسل او السيرو ديال السكر والماء وسنيده ونكهه الفاني. ودهنتها وزينتها بالكوك وبرقائق الشوكولا. اتمنى هتنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.